فرع جديد لشركة خاصة بإنتاج الإسمنت ومواد البناء رنور بمدينة فاس. الفرع الجديد جاء والشركة تحتفي بالذكرى العشرين لتأسيسها. نحن هنا اليوم لتدشين مضاعفة قدرة هذا المعمل، بالنسبة لنا نعتبر هذا الاستثمار في غاية الأهمية. هو استثمار يلخص تاريخ الشركة الذي بدأ سنة 1979. تاريخ سجلت فيه أرقام مهمة ونجاحات متكررة، واليوم بإحداث هذه الوحدة ذات المعدات وتجهيزات الإنتاج المتطورة ينصب الهدف إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمعمل. بحيث غادي نمروا من 600 ألف طن سنوي للأسمنت إلى 1,200,000 طن سنويا بغلاف مالي يناهز 1,400,000,000 ديال الدرهم. فتح معمل جديد فرضه التطور الحاصل في سوق البناء بالمغرب الذي ارتفع في السنوات الأخيرة بنسبة 7%. بالنسبة لجهة فاس، بولمان عرفت نموا ملحوظا في مجال البناء بنسبة 3% مقارنة مع السنة الماضية، وهذا الرقم يترجم حركية الجهة بفضل إحداث مجموعة من مشاريع البنية التحتية ومشاريع السكن الاجتماعي والحي الصناعي، وجميع هذه المعطيات تشير إلى نمو سوق البناء. المعمل خصص مبلغ 34 مليون درهم لاقتناء معدات خاصة بالمحافظة على البيئة.